بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي اليوم في درس جديد من قناة المعرفة الإحصائية. هذا الدرس يتعلق بمنهجية أرفيما، وهي امتداد لمنهجية أريما. وهذا الدرس الذي عنوناه بفلسفة السلاسل الزمنية ومنهجية أرفيما سنبدأ فيه في الحديث أولا في البداية عن بعض المفاهيم الأساسية في السلاسل الزمنية أولا، ثم بعد ذلك نتطرق إلى منهجية أرفيما. إذا بداية، السلاسل الزمنية لما بدأنا نتحدث عليها في الدروس الأولى، ربما هناك بعض المفاهيم الأساسية التي يجب أن نوضحها. هذه المفاهيم تتمثل في بعض التصنيفات المعطاة للسلاسل الزمنية وغيرها، وهي مفيدة جدا حيث أنها تعطينا تصورات مستقبلية والتي من خلالها نستطيع أننا قد نبدع حتى في هذه السلاسل الزمنية. من بين التصنيفات التي أعطيت للسلاسل الزمنية، التصنيف الأول اللي بيعتبر أن السلاسل الزمنية هي سلاسل زمنية متصلة وسلاسل زمنية منفصلة. فالسلاسل الزمنية المتصلة هي بتأخذ في كل فترة قياسات في كل لحظة، في حين أن المنفصلة بتأخذ قياساتها عبر عدة فترات زمنية محددة ومتساوية، سواء بالساعات أو بالأيام الأسابيع أو بالأشهر أو الثلاثيات أو السداسيات أو السنوات. مثال على ذلك السلاسل الزمنية المتصلة مثل ضربات القلب والدماغ وغيرها، فنحن نأخذها في كل لحظة. السبب في ذلك هو أننا لا نريد في الحقيقة التنبؤ بهذه الظاهرة إلا نادرا، لكن الهدف منا متابعة يعني هذه الظاهرة، متابعتها عن كثب، حتى نعرف مثلا حالة المريض في حالة مثلا في المستشفى، حالة ضربات قلبه أو دماغه وغيرها. وهذه العملية هي متعبة ومكلفة لأنها بتتطلب متابعة دائمة، وخصوصا إذا كانت أدواتها يدوية، ولا يمكن تحويل يعني هذه السلسلة إلى يمكن تحويل معطيات هذه السلسلة إلى سلسلة منفصلة. في حين أن السلاسل الزمنية المنفصلة واللي تتمثل مثلا في حوادث المرور اللي نأخذها كل يوم، أو إنتاج مؤسسة في كل شهر، أو الناتج الداخلي الخام بالنسبة لكل دولة كل سنة في نهاية كل سنة مالية، هذه المعلومات يتم جمعها بالتراكم، يعني أننا بنجمعها في كل مرة ونسجلها في نهاية الفترة، وبالتالي يسهل علينا قراءتها والتنبؤ بها. لكن من بين سلبيات هذه الطريقة أن مشاهداتها لا توضح لنا الاختلالات الحاصلة بين فترة وأخرى، بحيث أنه هناك قد تحدث طفرات أو تحدث عوارض، يعني ديزالية زي ما يسميها ديزالية بالفرنسية، فهذه العوارض لا تظهر في داخل السلسلة لأننا بنأخذها في نهاية كل فترة فقط، ولا يمكن تحويل هذه السلسلة إلى سلسلة متصلة، على الرغم من أنه هناك بعض الآن صح التعبير البرامج مثلا اللي حاولت أنها تقسم السلاسل من سلاسل مثلا سنوية إلى سداسية أو ثلاثية أو يومية، إلى أن هذا يعني غير صحيح، يعني في الميدان الإحصائي الآن بالنسبة للتنبؤ مثلا في حالة السلاسل الزمنية سواء متصلة أو منفصلة، هو طبعا سيخضع للمشاهدات التاريخية لتلك السلسلة. فإذا أخذنا مثلا سلسلة منفصلة بالساعات، فإن التنبؤ سيكون بالساعات، بالأسابيع سيكون بالأسابيع وهكذا. لكن يمكن لنا أننا نجمع مثلا بعض التنبؤات اللي بتحدث في الأسابيع ونجمعها ونجعلها مثلا في خلال الشهر، أو نجمعها ونجعلها في خلال الثلاثي، لكن العكس غير صحيح.
التصنيف الثاني اللي يعطي السلاسل الزمنية وهو يدور الحديث حوله كثيرا، لأنه هناك بعض الكثير من الكتب اللي تشير إلى بعض الأصناف من السلاسل لكنها لا تشير إلى بعضها، ونحن في هذا الدرس نريد إلقاء الضوء على مختلف هذه التصنيفات. فمن بين التصنيفات الموجودة في الكتب تتكلم مثلا عن السلاسل الزمنية العشوائية، لكنها لا تتطرق للسلاسل الزمنية الغير عشوائية. ففي الحقيقة أن هناك سلاسل زمنية محددة determinist أي غير عشوائية، وهناك سلاسل زمنية تسمى سلاسل الطرق الحسية أو ما يسمى بأد هوك، وهناك السلاسل الزمنية العشوائية. السلاسل الزمنية المحددة determinist، هذه السلاسل في الحقيقة أخذت يعني في السنوات الأولى في استعمالها، يعني كانت تستخدم الصيغ الرياضية المحددة، وهي لا تصف خصائص السلسلة ومركباتها وأنواعها وأشكالها. من بين هذه السلاسل الزمنية غير المحددة نجد مثلا نماذج كثيرات الحدود، سواء من الدرجة الأولى أو من غيرها، نماذج النمو الأسي أو اللوغاريتمي، والنماذج المثلثية وغيرها. هذه السلاسل في الحقيقة تأخذ الظاهرة مثلا نضعها على محور الترتيب، ونضع على محور الفواصل نضع الزمن. وهذه في الحقيقة السلاسل الزمنية المحددة كما قلت إنها مش صالحة يعني في كثير من الظواهر أو في التنبؤات. بالنسبة لسلاسل الطرق الحسية بنجد مثلا وهي بتعتمد على حاضر وماضي السلسلة، منها نماذج التنبؤ السطحي، نماذج التنبؤ غير الثابت، المتوسطات المتحركة moving average، أو التمهيد الأسي التي تطرقنا إليها في الحصص الأولى من هذه السلسلة. بالنسبة للسلاسل الزمنية العشوائية والتي يتم التركيز عليها كثيرا في كثير من الكتب والدراسات وغيرها، عملياتها غير عشوائية وتتبع توزيعات احتمالية تقريبية، منها نماذج أريمة أو سريمة التي درسناها في الدرس السابق، وكمان بنجد نماذج أرفيما اللي حندرسها في هذا الدرس، نجد نماذج أريماكس اللي بتمزج معها متغيرات خارجية، نجد نماذج أرشو غارشو وكل عائلاتها، ونماذج أنان اللي هي Artificial Neural Network اللي هي بتمثل في الشبكات العصبية الاصطناعية. طبعا هذه كما قلت من مميزات هذه السلاسل أنها سلاسل زمنية عشوائية، فنحن ندرس مركباتها وغيرها، وهي أصبحت يعني من النماذج الأكثر اعتمادا في التنبؤات. إذا ذهبنا إلى الطريقة التي تكلمنا عليها وهي طريقة أرفيما أو ما تعرف بـ Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average، فهي طريقة الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية. هي في الحقيقة باختصار هي عبارة عن طريقة امتداد لطريقة أريمة، يعني بتتميز عن طريقة أريمة أنها بتدرس في ظاهرة ما يسمى بلونج ميموري أو ما يسمى بالذاكرة الطويلة، لأنه نماذج أريمة بتدرس ما يسمى بالذاكرة القصيرة فقط، ونستطيع أننا نختبرها في أريمة عن طريق مثلا ميزراج أو بيديات وغيرها. لكن بالنسبة لنماذج أرفيما اللي تستخدم الظاهرة كما قلت أو الذاكرة الطويلة، هذه يعني نستخدم لها اختبارات أخرى لفحصها. بالنسبة للظاهرة اللي طبعا رواد هذه الطريقة اللي بدأوا يعني حاولوا إظهار هذه المشكلة خصوصا ما يسمى بالذاكرة الطويلة، أول من بدأ فيها وهو عالم ميدان الري اللي هو هارولد إدوين هيرست، وهو عالم بريطاني، وطبعا اكتشفها في ميدانه في سنوات الخمسينات، واستطاع من خلالها أنه يعني يضع لها دراسات، وحتى أن هناك اختبار سمي سنتطرق إليه سمي باسم هذا العالم. طبعا هذه الطريقة نظرا لأنها إحصائية، فاستطاع العالم جرانجر وغيره
انهم بيستخدموها في الميدان الاحصائي، خصوصا ان الكثير من الظواهر الاقتصاديه لها ذاكره طويله. مراحل تطبيق هذه الطريقه هي في الحقيقه لا تختلف كثيرا على طريقه اريما، ولكن هناك بعض الاختلافات الموجوده في المراحل الاربعه اللي تطرقنا اليها في طريقه اريما. فمثلا في مرحله التعرف، فإضافة إلى أننا نرسم منحنيات السلسلة الأصلية ونرسم دالتي الارتباط الذاتي البسيطة والجزئية، ونستخدم اختبارات ليجينج وبوكس بيرس وغيرها، فنستخدم أيضا اختبارات أخرى هي اختبارات للذاكرة الطويلة للتحقق من وجود هذه الذاكرة الطويلة أو عدم وجودها. من بين هذه الاختبارات طريقة RS وإحصائية لو وطريقة التباين المجمعة وطريقة البيريود جرام وغيرها. في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التقدير، يوجد نوعين من التقدير لهذه النماذج، فهناك طرق المعادلة الواحدة وهناك طرق المرحلتين. ومن بين طرق المرحلتين نجد يعني بعض الاختبارات الموجودة في بعض البرمجيات، الهدف منها هو تقدير معالم النماذج المختارة في أرفيما وتحديد درجة التفاضل أو التكامل الكسري. في مرحلة التشخيص أيضا نشخص بواقي النموذج المحصل عليه الناتج، نقوم بتحليل السكون وتحليل الانعكاس بدراسة وتحليل جذور المعادلة المميزة وتقدير يعني حسب تقديرات معالم الانحدار الذاتي أو المتوسطات المتحركة وغيرها. وأخيرا في المرحلة الرابعة هي مرحلة التنبؤ، نستطيع أننا نقوم بتنبؤ داخلي أو خارجي ونستخدم اختبارات لقياس دقة هذا التنبؤ، وإذا كان هناك انكسارات هيكلية أيضا فبندرسها. فبالنسبة لي طبعا هذه المعادلة أهم ركن فيها، أو عفوا هذه الطريقة أهم شيء موجود فيها، وهو معامل التفاضل الكسري أو معامل التكامل الكسري. كما نعلم أنه لما نقوم بالفروق من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية فنحن نستخدم الفروق واحد أو اثنين وغيرها، لكن قد تكون لدينا فروق ما بينهما. هذه يعني قد يكون الفرق في بالنسبة للنماذج أرفيما، هذا المعامل التفاضل هو في الحقيقة محصور بين ناقص 0.5 و 0.5، وطبعا لا بد أن نكتشفه في لما نقوم بتقدير هذه المعادلة. من أبرز الطرق المستخدمة لتقدير هذا النموذج نجدها في عدة برمجيات، أبرزها مثلا برمجية R وبرمجية MATLAB وغيرها. في برمجية إيفيوس للأسف لا نجد فقط فيها إلا مقدر فراكنسلي ديفرنسي، كما نجد طريقة بيريود جرام للتحقق من وجود الذاكرة الطويلة. وهذه طبعا هذه الأدوات يتم استدعائها عن طريق added ins من موقع هذه البرمجية. الذاكرة الطويلة التي تكلمت عليها سابقا في الحقيقة هي انه النماذج في السلاسل الزمنية يكون فيها أثر للصدمات أو التغيرات لمتغير الظاهرة، وهذا التغير دائم ويظهر فيه أثر للمستقبل عند عملية التنبؤ. لذلك فإننا نأخذها بعين الاعتبار. هذا الحد أو هذه قيمة يعني الدي هي محصورة كما قلت بين ناقص 0.5 و 0.5، وقد أثبت أنه لها علاقة بهذه الإحصائية، إحصائية أش اللي هي نسبة إلى العالم البريطاني هيرست كما قلت، فهي تمثل نصف هذه الإحصائية. طبعا إذا وجدنا أن قيمة هذه الإحصائية دي تساوي 0 أو محصورة ما بين 0 و 0.5، فإننا نقول أن السلسلة مستقرة بذاكرة طويلة مستمرة.
إذا وجدنا قيمتها تساوي الصفر فهذا يدل على أن السلسلة مستقرة لكنها بذاكرة قصيرة مستمرة، وإذا وجدناها محصورة ما بين الصفر ونقص 0.5 فهنا نقول أن السلسلة قابلة للانعكاس بذاكرة قصيرة أو متوسطة، أي أنها غير مستمرة. طبعا قد تظهر لنا في نماذج أرثيما أيضا عدة نماذج، فنحن نفاضل بينها مثل ما قلنا سابقا في أرثيما، فإننا نستخدم عدة أدوات واختبارات، أهمها يعني دراسة الأقل تذبذبا ودراسة معايير المفاضلة والمعنوية الإحصائية للمعالم الأكثرها معنوية والأكثرها تفسيرا باستخدام معامل التحديد. لفهم هذه الطريقة بشكل كبير، فإننا في هذه المحاضرة سنستخدم مثالا تطبيقيا يتعلق باقتصاد كل صح التعبير لبيانات يومية. هذه البيانات مثال تتعلق بمختلف أسعار الأسهم في بورصة معينة للفترة من 1/2 وهي كما قلت بيانات يومية 1970 إلى غاية 9/18/2008. هذه المعطيات متاحة على موقع ريسيرش جيت على الرابط التالي الذي سنضعه في عند وصف هذه المحاضرة. الهدف طبعا من هذا المثال هو أولا توضيح فكرة الذاكرة الطويلة والقصيرة واختبارات الكشف عنها. سنتطرق أيضا والهدف الثاني إلى طرق التقدير والتنبؤ بنماذج الذاكرة الطويلة والبرمجيات المستعملة فيها. إذا بالنسبة للبرمجيات المستخدمة كما قلت في برمجية في طريقة أرثيما، هي توجد عدة برمجيات لكنها أغلبها تعتمد على البرمجة. من بين هذه البرمجيات أولا إذا بدأنا ببرمجية إيفيوز، فإن برمجية إيفيوز للأسف أنها قصيرة، أو أولا قبل ذلك نعرض المعطيات التي تتعلق بهذا الدرس. فلدينا المعطيات التالية، هذه المعطيات تتعلق كما قلت سابقا بمعطيات يومية حول كما نعلم في البورصات أو في الأسواق المالية توجد عدة أسعار، هناك أسعار الافتتاح، أسعار الإغلاق، وهناك الأعلى سعر، وهناك الأدنى سعر، وهناك ما يسمى بحجم السوق وغيره. فنحن في هذه المحاضرة أو في هذا الدرس سندرس متغير يتعلق فقط بسعر إغلاق الأسهم. طبعا لدراسة كما قلت أن هذه الظاهرة، فإننا نمر أو هذه الطريقة فإننا نمر بمجموعة مراحل، أولها ما يسمى بالتعرف، ثم بعد ذلك التقدير، ثم التشخيص، ثم التنبؤ. فبداية إذا ذهبنا إلى التعرف، فطبعا أول شيء ندرسه وهو دراسة نرسم هذه السلسلة عن طريق الجراف، عن طريق اللاين جراف، فنلاحظ أن شكل هذه السلسلة بهذه الطريقة. طبعا نبدأ في دراسة هذه السلسلة من ناحية يعني ما يسمى الكوريلوغرام، فنذهب إلى الكوريلوغرام فنكتب اسم السلسلة التي لدينا، فنشوف في الكوريلوغرام يعطينا شكلها ازاي. فبنلاحظ أنه هناك تدهور أسي بطيء في دالة الارتباط الأسي، في دالة الارتباط الذاتي بسيطة، وهناك نتوء واحد أو بيك موجود على دالة الارتباط الذاتي الجزئية. هذا إن دل على شيء في البداية فإنما يدل على أنه أولا أن السلسلة غير مستقرة، كما أنها قد تؤول إلى نماذج أرثيما. إذا حاولنا أننا ندرس الفروق من الدرجة الأولى، فإننا أنا وضعتها هنا فروق من الدرجة الأولى، فبنعمل جينات فبنسمي السلسلة الفروق دي سي، ف
تعطينا يعني ستوجد على فتوجد على سطح هذه البرمجية. فلما نرجع ونعود ونستعمل مثلا الكوريلوغرام بالنسبة للفروق من الدرجة الأولى، فبنجد الكوريلوغرام سيكون بهذا الشكل. الآن إذا بدأنا في معرفة هل هذه السلسلة مستقرة أو غير مستقرة عند الفروق من الدرجة الأولى، فنذهب كما قلنا سابقا إلى إلى اختبارات جذور الوحدة، فبنسميها كما قلنا دي سي. فبنختار مثلا اختبارين ديكي فولر أوغمانتد وفيليبس بيرون، فعن طريق هذه البيكيش هذه الحزمة أو هذا الاختبار فبيعطينا هذه النتائج. الآن طبعا هذه البرمجية كما قلت للأسف أنها لا تصلح لهذا النوع من هذه النماذج، النماذج الأرفيمة، والدليل على ذلك أننا لما يعني هي مثلا لما بنستخدمها فهي بتقتصر على يعني موجود فيها بعض الأشياء المتعلقة فقط. مثلا من بين الأشياء اللي تدرس أرفيما هنا بنجد Spectral Analysis, Frequency Differencing و Period Gram، وهي غير كافية لدراسة هذا النوع من السلاسل، لذلك نلجأ إلى برمجية أخرى. هذه البرمجية هي ما تسمى ببرمجية Oxmetrix. هذه البرمجية طبعا هي متاحة على النت موجودة، ربما إن شاء الله سأعطيكم الرابط في المستقبل كيف نستطيع تحميلها. هذه البرمجية إذا وضعنا المعطيات السابقة بهذا الشكل هنا في هذه البرمجية، فبنبدأ أولا في رسم السلسلة، فنقوم برسم السلسلة عن طريق الجراف. فبنذهب فبنضع ندخل هذا المتغير هنا فأكتيال سيريز، فبيعطينا هذا الرسم، هذا رسم للسلسلة السابقة، سلسلة أسعار الإغلاق. طبعا هذه الأسعار أسعار الإغلاق، أولا نبدأ بدراسة ما يسمى بالدالتين الارتباط الذاتي البسيطة والجزئية لهذه السلسلة. فبنذهب إلى موديل، أو عفوا قبل موديل، فبنذهب دائما إلى جرافيك، فبنطلب منه في هذه الحالة All Plot Types، فبنذهب إلى Time Series Property، فبنطلب منه في كل مرة دالتي الارتباط الذاتي، مثلا هنا البسيطة، فنطلبها منه فبيعطينا دالتي الارتباط الذاتي البسيطة. بنطلب منه أيضا ينزع دالة الارتباط الذاتي الجزئية فبيعطيني أيضا رسمها. فماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه كما لاحظنا في برمجية فيوز أنه سلسلة الارتباط الذاتي البسيطة تتدهور تدهورا أسيا بطيئا، وبنلاحظ بيك في سلسلة الارتباط الذاتي الجزئية. الآن إذا قمنا بالفروق من الدرجة الأولى، وأنا طبعا هنا سميتها دائما بدي سي، فنذهب إلى الفروق من الدرجة الأولى وبنعيد نفس الكرة، فنطلب مثلا جرافيك هنا، فماذا نلاحظ؟ بنلاحظ أننا في هذه الحالة نطلب يعني هذه المرحلة في هنا، فماذا نلاحظ؟ الآن إذا ذهبنا إلى كما قلنا نقوم بالفروق من الدرجة الأولى لهذه السلسلة، فبنسميها دي كلاس، فبنخرج السلسلة الأصلية من هنا وبندخل السلسلة فقط سلسلة الفروق من الدرجة الأولى، فبنطلب منها أيضا دالتي الارتباط الذاتي البسيطة
والجزئية، فبنطلب مثلا دالة ارتباط الداس البسيطة فبتعطينا هذه الدالة. بنلاحظ هنا فيها دالة الارتباط الذاتي الجزئية، فبنلاحظ وجود بيج. إذا طلبنا دالة الارتباط الذاتي الجزء البسيطة فنطلبها فيعطينا دالة الارتباط البسيطة، فماذا نلاحظ؟ نلاحظ في هاتين الحالتين، في عفوا دالة الارتباط الذاتي البسيطة موجودة هنا، ودالة الارتباط الذاتي نعيد الكرة فقط نسبة للدالة الأولى، ننزعها، نطلب دالة الارتباط الذاتي البسيطة، هذه دالة الارتباط الذاتي نطلب الحالتين. فالآن جرافيك، إذا دالة الارتباط الذاتي البسيطة نطلبها أولا عند درجات التأخير، عند 20 درجة تأخير، فتعطينا دالة الارتباط حلها هنا. نطلب أيضا دالة الارتباط الذاتي هذه دالة الارتباط الذاتي نعم البسيطة، نطلب دالة الارتباط الذاتي الجزئية فتعطينا هذا الشكل. إذا جزئية فلوت، فماذا نلاحظ؟ نلاحظ الآن من خلال الرسمين أنه بالنسبة إلى درجة دالة الارتباط الذاتي البسيطة نجد أنها يعني لا توجد صح تعبير، لا توجد يعني كل السلسلة داخل مجال الثقة، كل يعني الدرجات موجودة داخل مجال الثقة، فلا وجود لبيك خارج هذه السلسلة. فنذهب ونقوم أول ثانيا بالفروق من الدرجة الثانية، فنذهب إلى الجبر نطلب منه فروق من الدرجة الثانية، بنسميها نذهب ديف فريك لهذه المتغيرة كود الجبر، ونطلب هنا التأخير الآن 2، بنسميها مثلا تختلف، نسميها دي هذه السلسلة الثانية، أوكي رن، فبتعطيني سلسلة أخرى. الآن نقوم بإعادة رسم سلاسل الفروق من الدرجة نفسهم دالة الارتباط الذاتي البسيطة والجزئية، فنخرج سلسلة الفروق من الدرجة الأولى، بندخل سلسلة الفروق من الدرجة الثانية، فنطلب أيضا دائما دالة الارتباط الذاتي البسيطة الجزئية، بيعطيني هذه الدالة بهذا الشكل، وبنطلب أيضا منه دالة الارتباط الذاتي البسيطة فبيعطيني بهذا الشكل. الآن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه هناك خروج لبيك واحد فقط في سلسلة الفروق من الدرجة الأولى، وهناك عدة فروق، وهناك وجود بيك موجودين في سلسلة الارتباط الذاتي الجزئية. فهنا بعدما تحصلنا على الفروق من الدرجة الأولى والفروق من الدرجة الثانية، نلاحظ أن هذه الرسومات كلها لا توضح لنا هل السلسلة يعني مستقرة أو غير مستقرة. لذلك فإننا طبعا نستخدم اختبارات جذور الوحدة، وبرمجية إبيوز نستخدمها بشكل جيد. لذلك إذا عدنا إلى برمجية إبيوز
فإننا إذا قمنا بالفروق من الفروق من على المستوى على المستوى الفروق من الدرجة الأولى، بنلاحظ أن السلسلة الفروق من الدرجة الأولى بتستقر عند بالنسبة إلى اختباري فيليبس بيرون وديكي فولر. في هذه الحالة فإننا نأخذ برأيي هذين الاختبارين على أساس أن السلسلة تستقر. عندما الآن نستخدم طبعا هذه السلاسل عندما تستقر، فإننا نذهب ونقوم ب بعد الدراسة بعد ملاحظتنا للكوريلوجرام مخطط البيان الكوريلوجرام لدالة الارتباط الداس البسيط من الجزئية، فنقوم باستخدام أداة ما يسمى بأوتوماتيك أريما فوركاستينج، فبنلاحظ أننا نحصل على 42 نموذج. أفضل هذه النماذج هو اللي درجة الانحدار الذاتي فيه 4 ودرجة المتوسطات المتحركة 6 وقيمة آيك فيه هي 3.36. تقدير هذا النموذج يكون على أنه التالي. طبعا هذا نموذج أريما وليس نموذج أرفيما، لأنه نموذج أرفيما يضاف إليه مقدار معامل التكامل الكسري. بعد حصولنا على وهذه التي كما قلت أن برمجية فيوس لا تستطيع القيام بها على الأقل حاليا. الآن بعد ذلك كما قلنا سابقا إذا عدنا إلى مراحل تطبيق هذه الطريقة، ففي البداية في الحقيقة أننا نختبر الذاكرة الطويلة، نستخدم اختبارات الذاكرة الطويلة. اختبارات الذاكرة الطويلة أبرزها هذا الاختبار قام اللي يستخدمه هيرتز كما قلنا سابقا. هذا الاختبار يمكن إجراءه باستخدام إكسل، بيتم يعني برمجته، فبيعطينا يعطينا هذا البيان وبيعطينا هذه القيمة. إذا نجد إنه قيمة هيرتز هي اختبار هيرتز هي 0.97، ونجد إنه ميل هذا المنحنى بالنسبة لسعر كما قلت سعر الإغلاق ميله 0.95. إذا نلاحظ أنه قيمة هيرست هي أصغر هنا من الواحد، وطبعا الدي لازم تكون هنا بقسمة هذه القيمة عليها ستعطينا أقل من 0.5. إذا عدنا الآن إلى وطبعا هذه القيمة دي لا نأخذ بها في البداية، وإنما نستطيع أننا نولد دي جديدة. إذا رجعنا إلى برمجية أوكس ميتريكس، فإننا يعني نستخدم ما حصلنا عليه من نماذج أريمة ونحاول أننا نوظفه عشان نتحصل على نموذج أرفيما. فنذهب إلى إعادة تحديد النموذج، فنروح الفورميليت هنا بيطلب بالنسبة لسلسلة الفروق من الدرجة الأولى، بنطلب منه هنا أوكي، فبنضع درجتي التي تحصلنا عليها في برمجية فيوز، درجتي الـ R ودرجة الموفينج أوفريج، ونطلب منه هو اللي بيقدر لنا هذا المعامل دي عن طريقه هو، فبيقدر لنا هذا المعامل، فنعمل أوكي هنا. فباستخدام طريقة الماكسيموم لايكليود، طريقة الإمكان الأعظم لهذه السلسلة، هذه بدايتها وهذه نهايتها، نعمل أوكي، فبيعطيني هذه النتيجة. الذي تحصلنا عليه هو ماذا؟ تحصلنا أولا على مقدرات نموذج أريمة، كما تحصلنا على قيمة دي بارامتر دي اللي هي تساوي لنا ناقص 0.28، وناقص 0.28 إذا رجعنا إلى مخطط الذي قلنا عليه الذاكرة الطويلة سابقا، نجد أنها هذه القيمة تقع هنا محصورة ما بين الصفر وناقص 0.5، أي أنها يعني لا تمثل ذاكرة طويلة، لكن ومع ذلك يمكننا أن نجد هذا نموذج أرفيما. فالآن إذا ذهبنا إلى عدنا إلى أوكس ميتريكس، فنختبر أولا
قوة هذا النموذج نختبره نشخصه، فبنستخدم تيست، فبنذهب إلى تيست نختار ندرس دالة الارتباط الذاتي البسيطة أو الجزئية فبنطلبها منه فنعمل أوكي، فبيعطيني دالة الارتباط الذاتي رسومهم دالة الارتباط الذاتي البسيطة والجزئية فأوكي. فبنلاحظ هذين يمثلان دالة الارتباط الذاتي البسيطة والجزئية، بنلاحظ أن قيمهم داخل مجال الثقة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه هذا النموذج جيد. إذا ذهبنا إلى اختبارات أخرى مثل اختبارات توزيع البواقي وغيرها، فبنستخدم تيست سامري فيعطينا هذه النتائج، فنختار الاختبارات اللي بنستخدمها، نستخدم ريزيديال اوتو كوريليشن بورتمونتو، بنستخدم ايضا اختبار الطبيعيه اش اختلاف التباين وغيرها ونعمل اوكي، فبيعطيني ايضا هذه النتائج كما هي موجوده هنا كل اختبار، فنجد انه مثلا هنا البواقي تتوزع توزيعا طبيعيا لانه قيمه الاحتمال هنا هي اكبر من 0.05 وهذا جيد، مؤشر جيد ايضا. الان بعد حصولنا على كل هذه يعني نحن الان في هذه المرحله اللي هي المرحله الثالثه في مرحله تشخيص البواقي، وطبعا هنا هذه البرمجية للأسف أيضا لا تعطينا جذور المعادلة المميزة وإنما هي موجودة في فيوز، فنذهب إلى التحديد إذا كان لدينا عدد من النماذج التي خضعت لكل هذه الاختبارات وهي جيدة، فنستخرج هذه النماذج والتي هي من نوع أرفيما. فإذا ذهبنا إلى هذه النماذج فنذهب إلى نعيد الرجوع إلى النموذج وبنروح إلى Progress، ففي Progress بنلاحظ أنه يعطينا مجموعة نماذج، بنختار هذه النماذج نعمل OK، بنلاحظ أنه تحصلنا على نموذجين فقط لأنه هذا النموذج الثالث مكرر، نتحصل على نموذجين، النموذج هذا الأول حيث قيمة السيك قيمة السيك والآيك وغيرها هي تتمثل في هذا القيم، بنلاحظ أنه أقل قيمة هي لهذا النموذج اللي هي 0.99 بالنسبة لقيمة آيك، وأيضا حتى قيمة شوارتز هي أقل، يعني أنه النموذج هذا الأول هو أحسن من النموذج الثاني. طبعا بعد ذلك نحاول أننا نتنبأ بهذا النموذج بحيث أننا نذهب إلى نعيد نذهب إلى تيست، فنجد هنا يعني الأيقونة التنبؤات فبنعمل أوكي. فالآن يطلب مني هو إذا كان عدد التنبؤات اللي بنستخدمها تتمثل في number of forecast يعني 8 مشاهدات مستقبلية، يعني يمتازني أيضا هذه البرمجية بأنها تعطيني فانشار الذي تكلمنا عليه في الحصة الماضية الذي وضعه بنك إنجلترا، فنطلب أيضا فنعمل أوكي. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ هنا الآن أعطتني التنبؤات المستقبلية لهذه السلسلة، وأعطتني أيضا الفانشار اللي هي يعني المجالات اللي تستطيع انه هذه الفوركاست هذه التنبؤات تكون فيها بعد 2008، طبعا يعني ستكون السلسله بهذا الشكل خلال هذه الفتره، وهي طبعا انا طلبت فتره طويله جدا وهذا يعني صعب تحقيقه لانه اصلا في البورصات كما قلت انه موجود فيها تذبذبات كثيره ومعطياتها يوميه وحتى بالساعات، ولذلك فانه التنبؤات كما قلت في البدايه اذا كانت اذا استخدمنا مشاهدات تاريخيه بالساعات فاننا نجد تنبؤات بالساعات، اذا استخدمناها بالايام
فإننا نجد تنبؤات بالأيام وهكذا. يمكننا أن نراكم أو نجمع التنبؤات، يعني إذا وجدناها مثلا في الساعات يمكننا أن نجمعها لنحصل عليها بالأيام، يمكننا أن نجمعها لنحصل عليها بالأشهر، لكن حسب أهداف الدراسة وحسب فائدتها. أشكركم على حسن انتباهكم ومتابعتكم، ونلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله.